مساكم الله بالخير وين ما كنتوا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم تمام وبخير وفي خير وصحه وعافيه. اليوم حابه اتكلم معاكم في موضوع بصراحه كذا زعجني حبتين. هو انه الان احنا في شهر شعبان ان شاء الله، الله يدخل علينا رمضان بالعافيه والصحه يا رب، ولا فاقدين ولا مفقودين. الموضوع اللي هو انه نحن الان في شهر شعبان، طبعا كلنا بننزل ملابس اللي مو محتاجينها، فبتكون يعني مش مهترئة زيادة، لأن الآن لما بروح لها بعض الجمعيات بلاقي فيها الملابس جدا مهترئة، ومو بس كده ومقطعة. يعني إذا أنت بتعمل خير فكمل الخير للآخر، يعني بحيث إنه ما يكون الملابس مهترئة ولا مقطعة. المقطعة والمهترئ هذا خليه، حوله لماما خليها تعمله ممسحة، مامتك أنت أو أنتي. فلا تنزلوا الأشياء اللي خلص يعني ما صار منها في فائدة، فدائما نزل الأشياء اللي لسه فيها روح، لسه فيها حياة، يعني لسه أنه ممكن تلتبس. نحن لما بنعطيهم مو نحن علشان نحن نذلهم أو نوريهم أنه هما ما في معاهم، نحن بنعطيهم يعني مساعدة لهم، مش علشان أنتوا تحسوهم بقلتهم. والله في بعض الملابس بشوفها يعني حتى عيب أنه الواحد يعطيها، عيب أنه الواحد يتبرع بها أصلا. معاكم عزكم الله جزمة مقطوعة، صلحوها، خيطوها، وبعدين ارجعوا وزعوها. ما تروحوا تتصدقوا بجزمة عزكم الله تكون مقطعة، يعني كيف نفسكم تسخى؟ فتهملكم. أو في شغلة ثانية، الملابس الداخلية خط أحمر، هذه الملابس ما يجوز وما يصح إنكم أنتوا تروحوا توزعوها لأحد، لأنه هذه الملابس أحيانا سبحان الله في بعضهم عندهم أمراض وكذا. ما يصير ما يصير يا أخي، كيف تسمحوا لنفسكم إنكم تروحوا توزعوا ملابس داخلية؟ الملابس الداخلية خط أحمر، هي حابين تتصدقوا بها؟ لا غلط، خذوها وحطوها في الزبالة، غير مسموح إعادة تكرارها وإعادة لبسها للأشخاص المحتاجين. يعني أنتوا تعملوا خير كملوا الخير للآخر، والله يكتب لنا الأجر لنا ولكم إن شاء الله.